السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. الو بورتو، محتاج ابراهيمي، انتم ما عندكمش مباراه، انا عندي مباراه مهمه، عطوهولي. يعطيني محنة الله، يعطيني محنة يا أمي الله، يعطيني محنة لالي لالي لالي، وما عندي دلال دلالي بالموسى أخويا. عمار بهلول يصرح بعد عودته من رحلة الكاميرون أن زاتشي حصل على 25 صوت مضمونة، يعني 25 صوت في الجيب قبل انتخابات الفيفا، ولا قبل انتخابات المقعد اللجان التنفيذية للفيفا. هذا عمار بهلول. إذن فضيحة اليوم مثل ما كان متوقعا، يعني بالدرجة كانت بين تكملكي معك، هذه حقيقة كنا متوقعينها وكنا عارفينها من الأول، أنه تاريخ يوم 12 مارس راح يكون فضيحة بأتم معنى الكلمة، فضيحة اللي تمس بسمعة الجزائر، وفضيحة اللي تهين في نفس الوقت الدولة الجزائرية. الآن أصبح الفوز بالطعن إنجاز بالنسبة لهذه الاتحادية الفاشلة بأتم معنى الكلمة. هذه الاتحادية اللي منذ سنوات وحنا نقول لها يجب تقديم الاستقالة، لكن للأسف التعنت والمصالح وبغية البقاء في الكرسي جعلها تضحي بأي شيء من أجل البقاء في الكرسي. يعني لجأ الكرسي، يعني متوقعين منهم يديروا أي شيء، أي حاجة، إهانة الجزائر، تبهديل الجزائر، شراء بعض ذمم الصحفيين، شراء بعض الرياضيين، ذمم بعض الرياضيين، خروج بعض القنوات التي كانت سابقا معارضة لهذه الاتحادية الفاشلة أصبحت تمجد هذه الاتحادية. لماذا؟ بسبب مصالح خاصة معروفة لبعض القنوات، ليس كلها. إذن الأمور أصبحت يعني لا تطاق، يعني بصراحة هذه الخسارة ليست خسارة لزاتشي أو مكتبه الفيدرالي أو أتباع ناديه بارادو، هذه خسارة تمس خسارة الجزائر، هذه إهانة للجزائر، ليس إهانة لزاتشي. وديع الجري وفوزي لقجع وهاني أبو ريدة كلهم راحين يتقلدوا مناصب، وكانت من الأول محسومة لأبو ريدة، هاني أبو ريدة المصري وفوزي لقجع المغربي، من الأول محسومة. علاش ما نترشح وندير وحملة وأيادي جزائرية خانة الأمانة؟ الكلام البيزنطي ما عنده ما يدي ما يجيب، ما عنده حتى فايدة. انه كاين جزائريين شكاو بزاتشي، ما عنده حتى معنى. زاتشي من الاول، حتى ولو ما كانش طعن وما كانش الاستمارة كيما نقولوا عباها، يعني يعني عباها صحيحة، يعني ما غلطش فيها ولا حاجة، من الاول راح يخسر، من الاول راح يخسر. امور قلتها ونعودها، محسومة خلاص. علاش ديروا في البروباغندا هذه والسينما وحنا وبعض المراهقين تاع الصفحات تاع بارادو؟ علاش وتسبوا في الناس ويا كذابين ومستوى البيزنطي المستوى المنحط؟ قلنا لكم من الاول مرشحكم فاشل على طول الخط، مرشحكم. انا بالنسبه لي مش مرشح تاعي، لانه هذا اهان الجزائر في العديد من المرات. وقضيه انه لازمنا ندعموا ولد بلادنا على جال المغرب، وما المغرب وما نذكركم بركو كاين الفيديو ان شاء الله راحين نطرقوا لها، وسمحونا على الغياب. على كل حال راح نطرقوا على قضيه انه زاتشي الصدوق نتاعو شكون هو؟ فوزي لقجع، بركاوكم من السينما. فوزي لقجع هو الصدوق لزاتشي، ولا عفوا العكس، زاتشي هو الصدوق للقجع، وبركاوكم من تاعنا المغرب وحنا ضد المغرب. وكاين الادله، كاين الادله. اذا بالمختصر المفيد، مالي دات نصيب نتاعها، البنين دات نصيب نتاعها، تونس مثله في فوزي عفوا في مثله في وديع الجري دات نصيب نتاعها، هذا كل في الكاف، الكاميرون وروح وروح وروح.
والفيفا مثل ما كان متوقعا هاني أبو ريدة وفوزي لخشع أمور محسومة. رئيس الاتحاد رئيس الكونفدرالية الأفريقية الجديد باين جنوب أفريقي وراح يكونوا النواب نتاعو اللي ينسحبوا بطلب من أنفانتينو زميل زاتشي في الدراسة كان أمور يعني محسومة، حاب يكسب أصوات ليه في الفيفا باش يعاود يترشح كعهدة ثانية أنفانتينو. إذا جاب الجنوب أفريقي واللي كانوا مترشحين عطاهم مناصب في الكاف، مناصب يعني عندها وزن وثقل في الكاف. الجزائر طار الحمام ما كانش الله غالب، هذا هو أحسن مسير في الـ في الـ في الاتحادية الجزائرية، واللي جاب لنا الكوب دافريكا واللي قال لك جاب الماضي يقولوا هكا، هما يقولوا هكا جاب الماضي وجاب الكوب دافريكو. عيب عيب كبير انه اقوى والاكبر انجاز لنا انه يقبل الطعن. هذا اكبر انجاز لنا، جزائر فرحانها، ما نقول جزائر، بعض مراهقين صفحات بارادو فرحانين، انجاز كبير انه قبل الطعن. هذه اكبر امنيات نتاعنا يتم قبول الطعن لشخص ما عرفش يعمر الاستماره، هذه اكبر انجازاتنا، هذه ولات يعني عشات هذه الحوايج هذه ولات احلام انه يتم قبول طعن. بينما مناصب ممنوعين الجزائريين ممنوعين ما كانش، علاش ما نعرفوش، جابونا ناس حطونا قلنا ريحوا في الاتحاديه، انا قاعدين في الاتحاديه وخلاص، ولا بال في عايش لا بال في وخلاص، ونكذبوا على الناس نقول لهم احنا جبنا بالماضي وحنا جبنا الكوب دافريكو، وانا شادين في الكرسي، مهزلة اليوم يجب صراحة نقولها، يجب اما حفظ ماء الوجه ما تبقى من ماء الوجه لزاتشي ومكتب الفيدرالي، استقالة جماعية بدون مناقشة وبدون احنا ومبررات وايادي جزائرية خانتنا وما كذا وما الفيلم الهندي هذا غير حبسوه. اقل حاجة تديروها حفظ ماء الوجه قليلا نوعا ما، استقالة جماعية، عمار بهلول زطشي الامين العام صالح بيع عبود الجماعة كامل استقالة جماعية، هذا اقل حاجة تديروها، هذا اقل حاجة تديرها استقالة جماعية. الى ما كانش خلاص بقات الدولة الكرة في ميدان الدولة الجزائرية، يعني الى بقيتوا في الدولة الجزائرية حتى ترضى بالاهانات هذه، اهانة تقيس الجزائر مش تقيس زطشي، هذه تقيس الجزائر، يجب الضرب من الحديد، الضرب يد من الحديد. ما كانش ما بقاش دركا نشوفوا ونقالوا ونستنوا وجمعية عامة ما جمعية عامة، دركا يضرب يد من حديد إهانة الجزائر. يا أخي راك ما هانوكش أنت، راك أهنتنا حنايا كدولة جزائرية، عدنا نفرحوا بالطعن، الطعن حاجة كبيرة، كي يقبلوا الطعن حاجة كبيرة، سما هذه أكبر إنجازات الجزائر. عيب عيب. إذا زوز حوايج، يا إما استقالة جماعية كامل من اصغر مسؤول لاكبر مسؤول في الاتحاديه الجزائريه، او الدوله الجزائريه تتحرك والضرب بيد من حديد وتشوف شغلها، هذا هو، ما كانش حل اخر، اذا بعد ما سالت اليوم ما بقاش كلام، ما بقاش صاي، يعني تلخصت كل شيء، كان تلخص. يجب 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 صراحه رئيس الاتحاديه الجديد لازم يجب التحرك، يجب العمل الكواليس الكافرة، وفي الكاف لازمك تتحرك، في افريقيا لازمك، هذا هو هذا الشغل، لازمك تتحرك في الكواليس، دير علاقات، لازمك تدير علاقات. نحن مقبلون على تصفيات كأس العالم، تصفيات كأس العالم والله ما يرحمونا اخوتي، نعطيكم بالمفيد من الاخر، والله ما يرحمونا في التحكيم. يجب عندنا لازم يعود عندنا شخص اللي يدافع على حقوقنا، يدافع، ما عندناش هذا بالمكتب الفيدرالي هذا بالاتحادية هذه. كأس العالم مهما يكون كون نجيبوا ميسي راهم مش يخلوك، لا في الافريكا ما يخلوكش، يحاولوا يحطموك، راك بطل افريقي، يعملوا بالسحيب باش يحطموك، وانت ما عندك والو، ليبيا عطاتك صفعه مرتين، افريقيا تعطيك الصفعات، استماره ما تعرفش تعمرها، ملف ما تعرفش ترسله تاع ولد زمير اللي للكا في مصر في القاهره، يا هو عيب، يا هو عيب. ظلم من ضربه تاع ولد زمير اللي صايم، المفروض تقدموا الاستقاله تاعكم وتروح. عيب عيب كبير رانا فيه، عيب كبير الدرجة هذه وصلنا، يعني مستوى في الحضيض. نتمنى انه اما يقدموا استقالة جماعية او
اقل حاجه انها الدوله تتحرك، ما بقاش لازمها الدوله تتحرك، هذا هو الحل. اذا راح نتكلموا ان شاء الله في فيديوهات قادمه، نتكلموا على العلاقه الطيبه بين لقجع رئيس الاتحاد المغربي وخير الدين زرشي رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم، ونكشف بعض الاكاذيب للناس اللي تقول احنا زرشي ضد المغرب، وما علاقه اكثر من رائعه. اذا ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.